انتو شو بدكن دليل اكتر من هذا الدليل؟ يعني هي هلأ واقفة هون ومتزينة لحتى تنخطب، بدكن ياها تبصبلكن بالعشرة يعني لحتى تصدقوها؟ قلولي. راغوفير، اذا انت انتهيت من هاي المسرحية خلينا نبلش مراسم الخطبة. يلا تيتلي بنتي قربي لهون، تعالي خلينا نبدأ بمراسم الخواتم. تعال لهون لكي، بكفي هيك، لا تكون عنيد، تعال لهون. يلا تيتلي حبيبتي خلونا نبلش هلأ، حطي الخاتم بإصبعه للكي. لكي يلا قرب إيدك لقدام. تمام، هلأ حط الخاتم بإصبع لتيتلي. قليلي مالتي، شو اللي عم بيصير؟ اللي عم بيصير إنه الشي صح هلأ عم بيبان صح. سوشما ليكي اسمعي كاملة، وقت لكي حط الخاتم، الخاتم وقع من إيده لأنه واسع، لهيك طلع من إصبعه. الخاتم وقع على الأرض وتدحرج باتجاه الشخص المناسب واللي هي كنتي كومال. ممتاز، كان لازم يصير هذا الشي من زمان. وحتى لو لكي بيحطه للخاتم بإصبعه لتيتلي، هو رح يبقى زوجة لكومال لأنهن هن رفقات العمر.